طبتم وطابت أوقاتكم، أجدد اللقاء بكم في النشرة الفنية، تأتيكم من القاهرة وعلى شاشة القاهرة الإخبارية، ونسلط فيها الضوء اليوم على مسلسل المعلم، كما نواصل متابعة آخر أخبار مسلسلات رمضان. لحظات ونبدأ، أهلا بكم. حضرتك مين؟ تكثف غادة عبد الرازق ساعات تصوير مسلسلها صيد العقارب الذي يشارك في السباق الرمضاني الحالي، ويرغب فريق العمل في الانتهاء من التصوير نهاية الأسبوع الجاري ليتفرغ المخرج لأعمال المونتاج والمكساج الخاصة بالعمل. المسلسل يشارك في بطولته بجانب غادة عبد الرازق كل من محمد علي رزق ورياض الخولي ومحمد علاء، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن. عبر الفنان حسن الرداد عن سعادته بردود الأفعال التي تصاحب حلقات مسلسله الجديد محارب، واللي بيشارك من خلاله في السباق الرمضاني، وقال الرداد إن النجاح الحقيقي لأي عمل هو نجاح الشارع، وهو ما يلمسه في الشارع حينما التقى بالجمهور وبيسأله عن مصير الشخصيات في العمل. وأضاف الرداد للقاهرة الإخبارية أنه سعيد بكل طاقم العمل، خاصة وإن الإشادة لا تقتصر على دور أو فنان بعينه بل بالجميع، وهو نجاح للعمل. المسلسل من بطولة حسن رداد وأحمد زاهر وماجد المصري ونرمين الفقي وآخرين، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل. كشف المخرج بيتر ميمي عن تعرض الفنانة سوزان نجم الدين لإصابة خلال تصوير مسلسل الحشاشين، موضحا أنها استمرت في التصوير دون أن تخبره بالإصابة. وأضاف بيتر أنه كان هناك مشهد وبه إكسسوار وكان من الممكن أن يتسبب في إصابة أي فنان، وطلب من المشاركين بالمشهد الحذر أثناء التصوير لأن أهم شيء هو سلامة الفنان. المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز، مرنا نور الدين وأحمد عيد وآخرين، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي. عبرت الفنانة سهر الصايغ عن سعادتها بردود فعل الجمهور حول شخصية زمزم اللي بتقدمها في مسلسل المعلم مع مصطفى شعبان، وقالت سهر رغم أنها طبيبة غير أن هذه هي المرة الأولى التي تجسد بها شخصية طبيبة في عمل فني، وهو ما حمسها لتقديم شخصية زمزم في العمل. وأضافت سهر في تصريحات للقاهرة الإخبارية أن أكثر ما شجعها لتقديم الشخصية هو تفاصيل الدور. أنا شخصية زمزم الطبية المتزوجة من معلم شغال في سوق السمك، ويجمعهما قصة حب لطيفة للغاية ووجود أجواء عائلية رائعة، هو السبب الأكبر في قبول الدور. المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، منذر يحنى وسهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، وهو من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقص عادل. نشر أحمد فايز مهندس الديكور المنفذ لمسلسل جودر مقطع فيديو يرصد لحظات بناء وتنفيذ ديكور المسلسل، وعلى رأسها قاعة الديوان ومخدع شهريار وقاعة اجتماعات الشمعين وكهف الشمردل وحارة سعد السعود، وقد أبرز المقطع المجهود الكبير والميزانية الهائلة التي وضعت لهذا العمل. جودر مأخوذ من إحدى حكايات ألف ليلة وليلة، وقد كتب له السيناريو أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري، بطولة ياسر جلال ونور وياسمين رئيس.
ضمن الموسم الدرامي الرمضاني هذا العام يعرض واحد من أكثر المسلسلات التي تحمل أكثر من فكرة وشكل، وهو مسلسل اجتماعي يبدو بسيطا في قصته ولكنه يطرح قضايا هامة وكبيرة كالهجرة غير الشرعية على سبيل المثال، كما أن أجواء بتدور في عالم عزيز الظهور على الشاشة وهو عالم الصيادين. نعرف المزيد عن مسلسل المعلم في سياق التقرير التالي. اللي بيغمس بعينه وبيلعب بديله. أمواج متلاحقة تضرب السفن في قلب البحر، بينما تتحرك أمواج الخير والشر على البر وتحاصر البشر، وكلاهما ينمو ويتكاثر، وكل سيحصد ما زرع. حقي وحق أبويا راجع. مسلسل المعلم لمصطفى شعبان وبشكل درامي مختلف وجديد يقتحم حياة الصيادين والبحر وصيد الأسماك وتفاصيلها، ويؤكد أنه كما يحمل البحر الرزق والخير قد يحمل الشر وتجارة المخدرات، كما يحمل الحياة في باطنه والموت أيضا. عينك مدارية حاجة ورسمة البسمة على الخد. المعلم مصطفى شعبان مثال للشباب المكافح الذي رفض والده حامد أو عبد العزيز مخيون المشاركة في تجارة المخدرات، فألقى به أقرب الناس إليه في السجن وسرقوا أمواله، وأصبح عمه أو مفيد عاشور قاعداً من الصدمة. أنا بقول لك يا معلم دي جدعانة مني، بس أنت تقول لي يا معلم ده بأمر الحكومة، أنا في البطاقة معلم. وتحمل المعلم أو الطفل الصغير المسؤولية وأصبح رب الأسرة، ورفض أن يتعلم في مقابل أن تتعلم ابنة عمه زمزم أو سهر الصايغ، وأكملت تعليمها حتى أصبحت صيدلانية وتزوج وأنجب الطفل حسن. ولم ينسى المعلم حق والده وحقه، فكان يحاول دوما البحث عن طرف الخيط الذي سيرد به الاعتبار لوالده ويعلن براءته من الإتجار في المخدرات. الله أكبر، لا ترفع له إيدك، ده لا تقول الحقيقة. مسلسل المعلم بقصته الشيقة التي تغوص في عالم البحر الغامض تستعرض العديد من القضايا، أهمها خطورة الإتجار بالمخدرات وتدمير الشباب، وخطورة الهجرة غير الشرعية. فحسن صديق المعلم الذي حاول السفر بشكل غير شرعي مات غرقا في البحر، ومن فرط حب المعلم لصديقه أطلق اسمه على ابنه. يستعرض المسلسل حياة الأبطال وكفاحهم والألم الذي يتحملونه بسبب مواجهة الشر، والذي حتما سينتهي وسينتصر الخير مهما طال الزمان. نسيت أقولك، اللي قدامك ده أجدع صاحب تلاقيه وأصعب عدو تعديه. وقبل أن نستكمل فقرات نشرتنا الفنية نقرأ عليكم هذا الخبر العاجل، حيث يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الأردنية عمان للقاء الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن. ومن المقرر أن يبحث الجانبان تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وتطورات الأوضاع في قطاع غزة، لا سيما جهود وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية. واستكمال الأخبار الفنية ومسلسل المعلم ومناقشة أعمق حول هذا المسلسل، بينضم إلينا مخرج العمل مرقص عادل. أهلا وسهلا بيك ومبروك العمل. أهلا بحضرتك يا فندم، أهلا بيكي وأهلا بمشاهدينك. يعني عايزين نبتدي الأول من مخرج العمل قبل ما ندخل في التفاصيل الإخراج، عايزين نبارك لكل صناع العمل على النجاح الباهر، وأيضا على حاجة مهمة لفتت نظر الجمهور هو الإنتاج الضخم. يعني النهاردة لما يجي لك ورق، يعني وإحنا بنتكلم يعني عن ورق خاص بشادر سمك، وتيجي تفكر أن أنت ممكن تعمل نموذج مقرب لشادر سمك زي اللي موجود في الأسواق المصرية العبور أو بدر،
الفكرة كانت على أرض الواقع عاملة إزاي؟ أولا يعني أشكر حضرتك طبعا على المقدمة الجميلة دي للمسلسل. الفكرة طبعا كانت فكرة على قد هي فيها صورة حلوة وشكلها مختلف، على قد ما هي صعبة جدا تنفيذها، لأنه بتنفذ صورة يمكن ما تنفذتش قبل كده في الدراما ولا في السينما المصرية غير مرة واحدة على سكيل صغير في فيلم شادر السمك، بس ما تنفذتش تاني بشكل دراما 30 حلقة. فعشان تنقل واقع مش موجود أو شكله مختلف، فكان محتاج طبعا مذاكرة ومجهود كبير قوي قوي من فريق العمل كله، من أصغر حد لأكبر حد، إنه يقدر يجهز إن يعمل معايشة كاملة للعالم ده بكل تفاصيله وينقله للشاشة. يعني المختلف ذكرت نقطة مهمة جدا، هي فكرة فيلم وعلى نطاق صغير اللي هو شادر السمك. دايما لما بيرتبط أعمال معينة بحديثة أو موجودة ملهاش علاقة بأعمال قديمة بس بتلمس على فكرة عملها عمالقة، يعني الفنان الراحل الحاضر بأعماله أحمد زكي مع عمل شادر السمك يعني كان حاجة في منتهى العظمة، ما خفتش من المقارنة أو الناس تقول هو ممكن يقدموا إيه في الأجواء، سواء كان على مستوى الإخراج على مستوى التمثيل أو المقارنة بتبقى صعبة يا أستاذ مرقص، ما خفتش منها؟ لا، هي المقارنة مش موجودة، لأنه فرق حاجات كتير قوي، يعني فرق زمن وفرق حكاية وفرق قصة وفرق تناول وفرق كل حاجة. فهو اللي يربط بين الاتنين بس شادر السمك، يعني مجرد الحالة اللي بس هي حالة شادر السمك والمعلم، وإنه هو اللي موجود هي حالة عكسية، يعني هو لا، المعلم اللي موجود في الدراما بتاعتنا غير خالص أحمد أبو كامل في الدراما بتاعت شادر السمك. يعني هنا كانت دي كانت دراما ليها شكل وحكاية بطريقة معينة ومعالجة بشكل، دي شكل تاني خالص. يمكن طبعا الناس في الأول حصل عندهم يعني إيه زي قالوا يبقى ده شبه ده وكده، حتى ما صرحناش وقلنا لا ولا هو ده السبب. يعني بص يا سيادة المخرج، انا هقول لك ده السبب ان انتوا اتكتمتوا على تفاصيل العمل بشكل كبير جدا، يعني لما كان الناس هي اللي تقول بالظبط مش متشابه، حبينا الناس هي اللي تتفرج وهي تقول فعلا لا ده حاجه وده حاجه، وبالعكس يعني رحله دراميه مختلفه ملحمه شعبيه بتتقدم بشكل درامي جواها احداث كتيرة وخطوط درامية مختلفة. فيمكن سيبنا الناس هي اللي تقول لا ده فيه اختلاف أو فيه يعني ده حاجة وده حاجة. طيب المخرج دايما لما بيتعامل مع فنان كبير وله جمهور وبيكون له أعمال سابقة بيحاول يخرج منه نوع مختلف من الأداء أو شخصية بشكل مختلف. يمكن الفنان مصطفى شعبان قدم شخصية المناطق الشعبية أو اللي هي الشريحة المتوسطة أو القريبة من الحارة وتفاصيلها. إيه الأداء المختلف اللي طلعته من الفنان الجميل مصطفى شعبان في المعلم؟ بص، هو النجم مصطفى شعبان بصراحة عنده دراية كاملة كده أو ذكاء في معرفة سيكولوجية المتفرج، وعنده أفكار كده لطريقة الطرح اللي بيحبها جمهوره، وبيقدر يحرك الأفكار دي ويختلف فيها في كل عمل عن التاني، وبيطرح الافكار دي دايما على المخرج او مع المؤلف العمل، بيفضل يحط الحاجات دي في نقط بحيث انه يهتم انه يسيب نفسه يتغير بالشكل الكافي جوه الهيكل اللي هو بيبقى دايما عارف انه ده جمهوره مستنيه جوه هيكل قريب من ده. فهو عنده الحته دي وده ذكاء، عنده المهاره طبعا، وعنده كمان طبعاً كل موسم رمضان له مصطلحاته الخاصه في المسلسلات اللي بتكمل لفتره طويله لغايه رمضان اللي جاي. ده جزء كبير من انه عنده المعرفه لسيكولوجيه المشاهد اللي هو صح، عايز يكلمه بالشكل اللي هو حابب الشارع اللي بيخاطبه طبعا. الاصل ان هو طبعا يعني لا نختلف على انه طيب فنان كبير ونجم كبير وعنده جماهيريه كبيره، زائد كمان عنده موهبة
في انه يجسد الشخصيات بشكل مختلف جدا. سؤال مهم ليا بالنسبه لي او بالنسبه للمشاهدين، ابرز القضايا، يعني هو ناقش قضايا كتير مسلسل المعلم الحقيقه، سواء كان التجار بالمخدرات، طبيعه عمل الصيادين و لكن في قضيه الهجره الغير شرعيه، لان احنا بنعتبرها انها من القضايا المهمه في المجتمع المصري لتوعيه الشباب بخطوره الامر. شفت القضيه دي ازاي وازاي قدرت تعرضها او تطرحها عشان تبرزها للشباب؟ هي قضية طرحت من القضايا اللي اتكلمت، زي ما قلت حضرتك هو مسلسل شعبي. مسلسل الشعبي يعني يتميز بانه ملوش خط واحد او قضية واحدة تتكلم فيها. عندك مزايا انك لو وصلت نزلت وسط الشعب وشفت الحاجات في نفس القعدة اللي فيها خمسة تقدر تتكلم في خمس قضايا، لان كل حد عنده قضية وعنده يعني معاناة ما تقدر تتكلم عنها وتقول الطرح بتاعها. فالطرح بالذات بتاع الحتة دي كان بدأ من عند المؤلف، لأنه بدأ يتكلم فكرة أنه الناس في مناطق شعبية كتير في كل يعني شارع لازم يكون عندك حد فقدته في محاولة لهجرة غير شرعية أو في محاولة لحلم ثراء غير حقيقي، فلازم نعمل لها تنويه. وكمان كان حابب ان يبقى تنويه في الحلقات الاولى كمان عشان يبقى واضح جدا انه يعني الناس اللي او الجماهير اللي مقبله على العمل ده تبقى عندها شكل كده لشكل اهاليها، الحزن والوجع والحياة الشارع المصري البسيط تماماً. بكل بتفاصيله وتطفيره. أنا أحب أشكرك شكر جزيل مخرج العمل الرائع أستاذ مرقص عادل، وببارك لك على العمل، وببارك لكل فريق العمل وعلى رأسهم الفنان مصطفى شعبان النجم الجميل، كل التوفيق لكم في موسم دراما رمضان. شكرا للمداخلة. نبدأ الآن جولتنا في صفحات وأقسام الفن بالصحف والمواقع الإلكترونية، ولكن نبدأ من تغطية إعلامية أجرتها القناة الأولى السويدية عن مسلسل الحشاشين، مما يؤكد أن العمل الهام لم يجذب انتباه المصريين والعرب فقط بل لفت أيضا أنظار العالم. برنامج القناة الأولى السويدية ناقش النجاح الذي حققه المسلسل كنموذج لتميز الدراما التاريخية التي عادت بقوة على يد الشركة المتحدة. وعلى صفحات المصري اليوم نشرت مقالة للناقد طارق الشناوي، جاء تحت عنوان مليحة وبراعة الاستهلال، وكتب الشناوي أن المسلسل حقق أعلى درجات كثافة المشاهدة في النصف الثاني من رمضان، وكأنه قرأ مشاعرنا في هذا التوقيت الذي نريد فيه استيعاب التاريخ حتى نعثر على إجابة على هذا السؤال، لماذا تلك الدموية وكل هذا العنف والسادية الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين لتحقيق هذا السيناريو البغيض، والمشهد الأخير فيه الذي تسعى إسرائيل لتحقيقه هو الإبادة العرقية مع ضمان استمرار صمت العالم على المجزرة. ويكمل الشناوي أن المخرج أتقن الإمساك بسلاح براعة الاستهلال وامتلك المشاعر منذ تقديم التيتر. نشر موقع القاهرة الإخبارية حوارا مع بطل مسلسل مليحة الممثلة الفلسطينية، وهي بطلة مسلسل مليحة سيرين خاص، عن مشاركتها بهذا العمل، وقالت أن شخصية مليحة التي تقدمها في المسلسل تشبهها في رحلة النزوح من الوطن، وأضافت أنها تتمنى أن تستيقظ يوما على الحرية، وأشارت أيضا إلى أنها عانت نفسيا من التحضير للشخصية بسبب مشاهدة الأحداث المؤلمة في غزة، وقالت أن المخرج عمرو عرفة منحها مساحة كبيرة للتعبير عن معاناة بلدها وشعرت بحبه لفلسطين. وفي النهاية أكدت سيرين أن ما يحدث في فلسطين لا تصفه كلمات، لكنها تتمنى أن يكون العمل صوتا قويا في زعزعة الإسرائيليين وأن يكون للقوى الناعمة تأثير فعال.
أصدرت صحيفة الوطن عددها الثالث من ملحق ريفيو، وقد جاء على غلاف العدد صورة لمسلسل مليحة، وبداخل الملحق كتب رئيس التحرير مصطفى عمار عن مسلسل مليحة مقالا جاء تحت عنوان مليحة الدراما المصرية تنتصر، كما نشرت عدة مقالات أخرى عن مسلسلات مسار إجباري بترفيعي بابا جي. وفي تصريحات للدستور أكد الموسيقار خالد حماد أن تيمة ونوعية الآلات الموسيقية التي استخدمها في مسلسل مليحة هي آلات قوية تعزف بعنف تتناسب مع الأكشن والصراع والتوتر، وآلات نحاسية التي تأخذ البطولة في الاعتماد عليها، كما استخدم العود أيضا ولكن دون أن يعطي تيمة معينة فضلا عن استخدام الأوركسترا. وأكد حماد أن الموسيقى تعبر وتترجم ما تعجز بقية العناصر الدرامية الثابتة في ترجمته أو قوله، مثل الأحاسيس الداخلية والتغييرات النفسية والتنبيهات وغيرها. أيضا أجرى موقع القاهرة الإخبارية حوارا مع المخرج المتميز بيتر ميمي، والذي أكد أن 90% من عناصر المسلسل هي كفاءات مصرية، وأن الجميع كان يشعر بمسؤولية تجاه العمل، كما أشار إلى أن كل مشاهد العمل كانت صعبة وتطلب مجهود ضخم، بداية من حمل مشاعل النار حتى تنفيذ المعارك الحربية التي استغرقت وقتا طويلا وتحديدا منذ العام الماضي. وقال بيتر ميمي أن اختيار الفنان كريم عبد العزيز في العمل، والذي أكد أنه كان الاختيار الأول والأخير لكل صناع المسلسل. وعلى موقع مبتدأ كتب رئيس التحرير التنفيذي محمود بسيوني مقالا جاء تحت عنوان الحشاشين وهجوم موسكو، وربط فيه الكاتب بين الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها معظم البلدان وبين تاريخ تأسيس الإرهاب في العالم على يد طائفة الحشاشين، والتي تقدم الدراما المصرية مسلسلا عنهم هذا العام. وكتب باسيوني أن عقيدة الحشاشين لا تختلف عن تنظيمات إرهابية معاصرة مثل داعش أو الإخوان، فكلهم استخدموا الدين والعلاقة مع الله في دفع أتباعهم إلى القتل والوصول إلى الجنة. كان حسن الصباح في نظر أتباعه هو صاحب مفتاح الجنة، وكذلك حسن البنا وبن لادن والبغدادي. انتهت نشرتنا الفنية اليوم، شكرا لكم على طيبة المتابعة، إلى اللقاء.